لما بدا في الافق نور نور محمد كالبدر في الاشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله رحمة الله للعالمين، سيد السادات ومقدم البريات، من أشرقت بمولده الأرض وابتهجت بمعراجه السماوات، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه المرضيين. أما بعد، في هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام ننتخب بعضا من آباء النبي صلى الله عليه وسلم للحديث عنهم باختصار شديد، لأن المجال لا يسمح بالتفصيل في سيرة كل واحد منهم، ولنثبت بأن آباءه كانوا العلية والذروة في كل خير وفي كل بركة، صلى الله عليه وآله وسلم ببركته وبدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أعلاكم جوهرا وأفضلكم معدنا ومن أعلى من أحسنكم خلقا وأجلكم قدرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حين خلقني جعلني من خير خلقه، ثم حين خلق القبائل جعلني من خيرهم قبيلة، وحين خلق الأنفس جعلني من خيرهم أو من خير أنفسهم، ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم بيتا وأنا خيرهم نسبا. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة تحدثنا عن بعضها في حلقات سابقة. وبعض المفسرين فسر قول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي تقلبك في أصلاب الساجدين من أجدادك والمؤمنين. وهذا التفسير قال به بعض أهل السنة، وهو مشتهر عند الشيعة بكثرة. وإنك أيها الأخ المشاهد لتحتار عمن تتحدث من آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبيه عبد الله الذبيح الذي كان آية في هذا الحدث وفي هذا في هذه الواقعة. وأراد الله أن يجعل من سيدنا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية للعالمين، آية للناس جميعا في قضية واقعة الذبح التي نذر فيها عبد المطلب أن يذبح واحدا من أولاده حين يصبحون عشرة. فجاء ولده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فنذر أن يذبحه في القصة الشهيرة. والذي كان من أجمل قريش وكان يسمى قمر قريش في بعض الروايات، وكان أحسن رجل رؤيا قط، كما روت بذلك بعض الآثار عن ابن شهاب فيما أخرجه البيهقي وأبو نعيم. كان أجمل وأحسن رجل يرى قط، ليس في قريش فقط بل في الناس جميعا. وكان يسير ونور النبوة في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كان في صلبه، فهذا الرجل يسير بأنوار النبوة وقد مات وهو شاب في 25، وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يزال في بطن أمه لما يلد بعد. أم نتحدث عن عبد المطلب سيد البطحاء شيبة الحمد يسمى، الذي شرفه الله في حادثة الفيل، والذي اكتشف بئر زمزم وأخرجها بعد اندثارها، أو الذي كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويرفض عبادة الأصنام ويوحد الله
والذي جاء الإسلام ليقر كثيرا مما سن عبد المطلب قبل الإسلام، مثل الوفاء بالنذر، ومثل قضية منع نكاح المحارم، ومثل قطع يد السارق، ومثل النهي عن قتل الموؤودة، وتحريم الخمر، وتحريم الزنا، وألا يطوف بالبيت عريان، إلى غير ذلك من الشرف الذي كان يحوزه سيد مكة. وهذا الرجل هو الذي افتخر به عليه الصلاة والسلام في وقعة حنين، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أكان يفتخر صلى الله عليه وسلم بمشرك؟ أين العقول أيها الأحباب والإخوة؟ أيفتخر نبي بأب مشرك أو أب من أهل النار؟ لقد كان يفتخر بآبائه صلى الله عليه وسلم افتخار دين لا افتخار نسب، وكان يفتخر افتخار شرف في هذا الطريق إلى الله عز وجل وفي جمع الناس على محبته وعلى الفضائل والأخلاق. أم نتحدث عن هاشم الذي يسمونه عمرو العلا لعلو مرتبته، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد ويفتت الثريد للناس في الحج ويطعم المساكين، وكان على السقاية والرفادة. وقيل فيه: عمرو العلا ذو الندى من لا يسابقه، مر السحاب ولا ريح تجاريه، جفانه كالجواب للوفود إذا لبوا بمكة ناداهم مناديه، أو أمحلوا أخصبوا منها وقد ملئت قوتا لحاضره منهم وباديه. هذا هو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. أم نتحدث عن ابن جده عبد مناف الذي كان اسمه المغيرة وقيل اسمه يزيد، الذي سمي بقمر البطحاء لحسنه ولجماله، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان في صلبه. أم نتحدث عن قصي الذي كان يوصي قريشا بتقوى الله، وكان يوصي بصلة الرحم، وجمع الله به قريشا وسمي مجمعا، وأخذ لهم السيادة وأخذ لهم المكانة من خزاعة، ورث خزاعة، وجمعهم حول الكعبة وكانوا مشتتين خارج الحرم، فردهم وأمرهم أن يسكنوا بجوار الكعبة كي يزدادوا شرفا ومكانة وكي تهابهم العرب. هو صاحب السقاية والرفادة والحجابة والندوة واللواء والقيادة، كلها جمعها سيدنا قصي رضي الله عنه. كان يكرم الحجيج أعظم الإكرام، ولما احتضر عند الوفاة قال لأولاده: اجتنبوا الخمرة فإنها تصلح الأبدان وتفسد الأذهان. أم نتحدث عن فهر الذي سمي قريشا لأنه كان يقرش، أي بمعنى يفتش ويدقق في التفتيش عن حاجات الناس فيقضيها، ويرسل أولاده ليفتشوا عن حاجات الناس ويتتبعون الفقراء والمحتاجين، وكانوا يعطون الناس فسموا أولاده قريشا. أم نتحدث عن كنانة الذي سمي كنانة لأنه كان كن قومه وكان صندوق أسرار لقومه، وكانوا يأتون إليه فيشتكون إليه ويحدثونه بأسرار بيوتهم ويبحثون عنده عن حلول مشكلاتهم، وكانت العرب تحج إلى كنانة جد النبي صلى الله عليه وسلم لشدة مكانته ولعلمه ولفضله، وكان يبشر هو كنانة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: قد آن خروج نبي من مكة يدعى أحمد يدعو إلى الله وإلى البر والإحسان ومكارم الأخلاق، فاتبعوه تزدادوا شرفا وعزا على عزكم ولا تعتدوا ما جاء به فهو الحق. وكان يأنف هذا كنانة، كان يأنف أن يأكل لوحده من شدة كرمه، فإذا لم يجد من يأكل معه نصب أمامه حجرا فيأكل لقمة ويرمي للحجر لقمة، يأكل لقمة ويرمي للحجر لقمة لشدة أنفته أن يأكل لوحده عليهم صلوات الله وسلامه. أم نتحدث عن مدركة؟ مدركة هذا كان اسمه عمرو، فسماه الناس مدركة لأنه ما ترك خيرا إلا أدركه، وكان جماعا لكل أوجه العز والفخر. هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم مدركة. جده إلياس الذي كان يسمع في صلبه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال البصيري رضي الله عنه: وبدا للوجود
منك كريم، من كريم آباؤه كرماء، نسب تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سؤدد وفخار، أنت فيه اليتيمة العصماء. صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأجداد والآباء بشرفهم، بمكانتهم، بما أعطاهم الله من الفضائل والأخلاق والأنوار والبركة، كان الحبيب عليه الصلاة والسلام هو اليتيمة العصماء الدرة صلى الله عليه وسلم التي تشرفوا بها والتي ارتفعوا بها على سائر الناس وعلى سائر القبائل وعلى سائر الأنساب ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. فأي شرف وأي نسب وأي عظمة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولآل محمد صلى الله عليه وسلم ولأجداد وآباء محمد عليهم صلوات الله وسلامه. ونكمل الحديث في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.